جينا نكمل كنسمعوا صوت هاش غنديروا ليها. ساره 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 ها بنيتي ها سارة ها انت يا بنيتي الله يعطيك الرضا ها ماما كره صنات عليا قلت لي غادي تجي قريب ان شاء الله يلا صافي صافي سهراء صافي حبيبه صافي عافاك ما تبكيش راه ما بغيتيش تبغيتي نلعبوا انا وياك الحبال غنلعبوا انا وياك الحبال غنلعبوا انا وياك لاستيك يلا صافي جيب ديالي صافي بلاش شنو ندير لك انا وصافي يلا صافي صافي يلا صافي نشري لك توينغات نشري لك بيمو اللي بغيتي مالكي صافي بنيتي صافي بنيتي ها العار صافي هانتي انا غنصوني لك على راه كنصوني عليها من الصباح ما كتجاوبش عاودي صوني يا فاطمه صوني صوني التليفون ديالك عندك صوت لا لا معليش طولت ها فكر شوفي لا ابل موا تسمعي حيدي حيدي عندك الصندة مصيبة تسمعي ماما وانا ماما مخدامة التليفون والو تليفون خارج تغطية ما كاينش وقينا معنا شوفي بنيتي راه غير ما عندهمش الريزو في البورتابل ياك راه غاتصوني عليك ماما راه ديما شفتيها كتصوني عليك دائما كتصوني عليك كل نهار كتصوني عليك ما كنحملكش حاجتي كضربيني انت وجا ولكن راه انت اللي كديري الصداع داكشي علاش ضربتك ايوا راه بنتي انت اللي فيك الصداع ولكن راه ما كانش عليا نضربها راه كيفاش كنتعصبر ما كنعقلش على راسي سمحي لي يا بنيتي صافي اخر مره مازال غنبقاو ديما نلعبوا معاك وديما نضحكوا معاك حتى هدى غتبقى تضحك معاك وتلعب معاك ها انت هدى عطيها التليفون ديالك فيه الالعاب عطيها الالعاب ديك اللعبه اللي كانت باغا تلعبوا حيتي لها التليفون عطيها بغيت حاجه وحده حاجه وحده اش بغيتي اسكتي ما تهضريش اش بغيتي اش بغيتي ما تهضريش معايا ما اللي بغات اش بغيتي ماما بغيت ماما ماما قالت لك هدى عطيها التليفون ديالك فيه الالعاب يلا هاكي 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 ليها شي بيمو ولا شي حاجه تكون كيف ما كان وجيبي معاك البريكه ما تنسيهاش راه لحت عليها المسخوطه في الماء باش ندير الفطور سيري دغيا يلا ماما يلا يلا حبيبي يلا 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 يمشيو يلا 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 صافي يلا سيري معاها صافي انا سيري صافي دغيا يلا وين راهي يلا 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 امشي نبرك يلا سيري هذا سعيد مول الكوري عندو هنايا 500 درهم هادي 10000 ريال هو كيخلص ما نقولش ليه شي خلي سعيد الزنطوطيه عندها هنايا 70000 ريال الله اكبر بركع ليا هنايا خويا جا من الخارج خويا جا من الخارج دابا هي كتدق عليها اخبارهم في السحور معايا تسحروا مع الله اكبر مع طق طق عطيني فلوسي هذا سيدي عندنا هنايا وليا الكوفيتير والله ما عرفت كنيتها كنقيدها غير بكوفيتير حيت ديما كتخلي عندي كوفيتير عزيز عليها الكوفيتير
يا الله العظيم الى المحل خو خصني نشوف صوني على هذاك ليش تضرب صوني على با محمد. السلام عليكم با محمد، لاباس بخير العائله بخير؟ الله العظيم الى واشك ما دزتيش عندي هنايا، ما جبتي لي لا سلعه لا والو نعمس. ايوا راه لا محل خو انا معاك كيطمطم. ها ايوا نعم نعم وعيلي سعيد سعيد لك انا اللي كان عندي هنا داك النهار خدام عندي وعيلي على حل القرو. الله لا ايوا لا لا ني منا تغدير تغدير. يلا زيدي زيدي. السلام عليكم بان معطي، كي داير لاباس عليك؟ بخير صافي معطي صافي طفي التليفون راه زربانه. اش بغيتي يا بنتي؟ راه صد غيا راه عطيني شي حاجه لهاد المصيبه باش تسكت عليا. صافي ماشي معاك ها مشات ما وخليتها وانت ديما تبركي يا بان معطي. اش بغيتيها؟ المهم عطيني 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 الحليب وعطيني وعطيني سميتو الحليب واللبن و ها واش صافي طفي التليفون فين مشات ماماك يا بنتي فين؟ ما عرفت وصعبت صراحه ما غنقولش لك ما غنقولش لك. ها انت مع باباك ربنا معطيتي غير تفركيك واش خسر باباك ليك نعمه زيدي ديك باكيه ديال البيمو كيفاش صافي احمد الضوء عطيت التليفون وصيفط لي غضرب لي ماما عاوتاني دغيا يجيب لي فيها ستة ستة ما الحليب واللبان هي اللي قلت ليها. اشنو بغيتي لعبه نعطيها مناضه جامده عندك بون نعطي مناضه جامده. اه كاينه مناضه جامده راه واحد هذه المصيبه هذه المصيبه هي هاك شتي اللبان والحليب. ايوا فريده مشات للوالديه لا حول ولا قوه. واش دخل قالت لي ماما اللي سولت بال معطي قال لك شي حاجه قول لك ما عرفت انا ما عرفت. قال ما خليت عندكم شحال هذه وصلتنا بال معطي هذا زيدي بركي قبل معطي ما كاينش راه ماشي تبركي هذاك يعني انت بال معطي اه طلعتي لي السكر ديما انت تبركيك واقيلا كازا كازا واقيلا تزور ماما قالت لي انا ما عرفت لا انا ما عرفت انا ما عرفت قالت لي ماما اي حاجه سولك فيها بال معطي قول لي ما عرفت ديك امك بال معطي البريكه البريكه ذا اللي بقات هنايا راه هي راه هي راه هي في الفوق راه هي في الفوق بال معطي راه هي في الفوق راه هي الفوق خصك دير نضاد ما بقيتي كتشوف والو عطيتونا باش نديرو نضاضر قولي لامك تخلصني الا بغيتي نديرو نضاضر وانا مالي انا ها هي نخشيها انا في الميكا راه نجربها بالمعطي الا تسلخني عاوتاني ماما الا خسر هذا راه نجربها.